مش هيلعب ماتشات في الدوري لسه برضه. يعني ماشي بس هيجي ماتشات. انا بقولك عليه هيجي حازم النهارده يعني. بس المدرب عايز يلعب كوره. اهم حاجه في الليله دي كلها حتى لو جبت مورينيو هي اللعيبه دي مهمه جدا. ان المدرب او اي مدرب في العالم هو محتاج لعيبه كويسه. في خطه طبعا وفي شك. الزمالك عنده لعيبه وفي شك. ايوه ما هي اللي بقول لك الوقت ده اللي انت فيه دلوقتي اتزنقت فيه ده وفجاه كده ده وقت لعيبه. يعني اتمنى ان هم يلموا نفسهم بسرعه ما يفكوش. لان الماتش الجاي الزمالك لو ما كسبش هنفضل بقى في ليله ايه المدرب والفرقه باظت. الزمالك بيخش في ليله والجماهير والاعلام هيخش في ليله الزمالك فك خلاص. فاللعيبه ما تديش فرصه للحته دي. ما تديش فرصه ان انت تخسر او تتعادل صح. فالناس تقعد ماسكاك خلاص ده كرتون مش الفرقه وقعت. فهم يهمدوا لازم الماتشين الجايين دول على الاقل مكسب في مكسب باداء كويس. وده ودي لعيبه يعني كابتن طارق يحيى طبعا مدير فني كويس بس هي اللعيبه هي اللي تعمل اللمه دي. شيكابالا بقى والناس الكبار بتوع عبد الشافي وجنش طارق حامد وحازم وطارق حامد دول ومحمود طبعا. الناس دي ليها دور كبير جدا اكتر من المدرب الماتشين الجايين دول. عشان اكسب اخلي الناس تسكت خالص ما حدش يتكلم بقى في الموضوع ده تاني. انسى كرتون ده بعد ماتشين الزمالك كسب ولعب كويس ما حدش هيتكلم كتير على كرتون. لكن لو اتعادلت ولا خسرت هتلاقي الناس كلها ماسكه كرتون مشي الزمالك وقع. ان شاء الله باذن الله يعني التوفيق للزمالك حتى بعد كارتيرون ما مشي الزمالك بشكل جيد ويحقق كل احلامه ان شاء الله باذن الله في البطوله الافريقيه.